صلى وثوبه فيه نجاسة، ولكن لا ما يعلم بالنجاسة، هذا ما يعلم بالنجاسة إلا بعد انتهاء الصلاة، فما حكم صلاته؟ الرجل الذي صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة، صلاته صحيحة. وكذلك لو علم بها قبل الصلاة ولكن نسي أن يغسلها وصلى بهذا الثوب ناسيا فصلاته صحيحة أيضا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله: قد فعلت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يصلي بالناس وعليه نعلان فيهما قدر، فأخبره أن فيهما قدرا فخدعهما ومضى في صلاته. ولو كانت الصلاة تبطل بالنجاسة مع الجهل لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من جديد. نعم.